والآن أدعو فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا لإلقاء كلمته فليتفضل. Thank you. At first, I express my gratitude for the warm hospitality to His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman, to the entire people of Saudi Arabia and the city of Jeddah, which is hosting this meeting. I hope that most of us are here for the sake of peace and justice. Dear participants of the summit, today is the 450th day of the full-scale war waged against us by Russian invaders. We do not have missiles as our enemy has. We have less air power. We do not possess numerous killer drones that الصواريخ التي يملكها العدو ولا نملك قدرات جوية بنفس القدرة، كما لا نملك العديد من الطائرات المسيرة المقاتلة التي تمدها إيران لروسيا. فضلاً عن ذلك لا نملك الكثير من الأسلحة المدفعية، ولكن نحن نبقى أقوياء لأننا نعرف أن الحقيقة إلى جانبنا. فضلا عن ذلك نحن نحاول قدر الإمكان دفع الغزات من أرضنا، وأي شخص يدافع عن أرضه الأمة من الغزات، وأي شخص يدافع عن الأطفال من الاستعباد، فمثل هذا المحارب هو على طريق العدالة. وأنا فخور بالقول بأنني أمثل مثل هؤلاء المحاربين والمقاتلين وكل الشعب الأوكراني. الأوكرانيون لم يختاروا يوماً طريق الحرب، ولم تذهب قوتنا إلى غير الأراضي الأوكرانية، ولم نبدأ بخوض عمليات، وذلك لنهب موارد غيرنا، ولكن لن نخضع أبداً لأي دولة أجنبية أو لأي مستعمرين. نحن نضادل وسنستمر بالنضال، وأنا متأكد من أن كل دولكم ستفهموا ما هي المشاعر التي تخالجنا، وأنا متأكد من أنكم جميعا ستفهمون ما هو النداء الذي سأطلقه هنا من جدة، فهو نداء وواجب، وذلك لحماية الشعب الأوكراني بمن فيهم المجتمع الأوكراني المسلم. ومعي وخلفي السيد مصطفى جميلف، وهو قائد الشعب التتار الساكن في شبه الجزيرة القرم، وهو من أحد الشعوب الأصيلة في أوكرانيا، وهو يعيش في القرم، وهو في صلب الحضارة الإسلامية والمسلمة في أوكرانيا. ونحن نعرف أنه لعقود طويلة سيستمر الشعب التتار أن يبقى جزءا من مجتمع الأوكراني، ولكن نعرف أنهم يعانون الآن كثيرا من العدوان الروسي، ومعظم الأشخاص الذين يخضعون إلى الاستبداد والقيود في شبه جزيرة القرم هم من المسلمين، وكانت لنا تجربة إيجابية مع السعودية فيما يتعلق بإطلاق سراح مقاتلين الذين اعتقلتهم روسيا، وإمكاننا الآن تطوير مثل هذه التجربة. وحتى لو كان هناك أشخاص اليوم هنا في القمة الذين يملكوا آراء مختلفة بشأن هذه الحرب وعن ماذا يحصل في أراضينا ويدعو بمجرد نزاع، بإمكان القول أنه علينا أن نتحد لإنقاذ الناس من قفص الروسية، ولكن هناك بعض الأشخاص من حول العالم الذين قد يغضون الطرف عن هذه الأقفاص بالإضافة إلى عمليات الضم غير القانونية وغير الشرعية التي تقوم بها روسيا. وسأطلب منكم جميعا أن تنظروا إلى ماذا يحصل فعلا على أراضينا على الرغم من النفوذ الروسي. يجب علينا الاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا. وشكر موصول للسعودية وإلى معظم الدول الموجودة اليوم لموافقكم الدولية التي اتخذتموها وعبر احترام ميثاق الأمم المتحدة. أيها المشاركون، لقد رأيتم أن الشعب الأوكراني هو
الشعب السلام، السلام الحقيقي. في عام 2021 انفتح شعبنا على شعب الإمارات والسعودية وغيرها من الدول، منها عمان والبحرين والكويت، وقد تعرفنا على بعضنا البعض أكثر، ويسرني أن السياح تمكنوا من رؤية روعة الربيع في عاصمتنا كييف، بالإضافة إلى جلالة الجبال الكربثية، وأنا مؤمن أنه في يوم ما سيعود شعوب ستعود شعوب هذه المنطقة لرؤية شبه جزيرة القرم وحرة من الغزو الروسي والاستعباد الروسي. ونحن قد تعبنا كثيرا من محاولة العمل على الحفاظ على أمننا، وأنا أعرف أنه يشرفنا أن أشخاص من المغرب ومصر والأردن ولبنان والجزائر وليبيا وتونس وغيرها من الدول قد توجهت إلى أوكرانيا للحصول على تعليم جامعي. معكم تمكننا من العمل على أفضل مهمة في العالم، الحفاظ على الأمن الغذائي، فنحن نعرف أن أوكرانيا تمد بلادكم بالقمح بالإضافة إلى المواد الغذائية والزراعية الأخرى، ويشرفنا الحصول على استثمارات من الدول العربية بالإضافة إلى استثمارات من قطر لتحسين موانئنا. فنحن نعرف أننا واجهنا صعوبات بسبب فيروس كورونا الذي انتشر، ولكن بعد ذلك هذه الدولة الغازية التي تسلطت علينا، وأنا متأكد من أنهما من أحد اليوم سيوافق على الاستسلام أمام الغزاة، وأنا متأكد أيضا من أنهما من أحد منكم سيشاهد ماذا يحصل، كيف يمكن للأجانب أن يسرقوا مصادر بلادكم. ونعرف أن هناك مئات الأطفال الذين يهربون من أوكرانيا ولكن يصلون إلى روسيا ويحاولون تعليم هؤلاء الأطفال على كره أهاليهم، وأنا متأكد أيضا من أنه ما من أحد بينكم سيعترف كيف يمكن لدولة نووية تعمل على التهديدات النووية واستخدامها ضد دولة مسلمة أخرى. نحن نعرف ما هي التبعات طويلة الأمد على ليبيا وسوريا وغيرها، ونعرف كم هناك من الحياة التي زهقت بالإضافة إلى الأضرار التي تم التسبب بها. فنحن نعرف أن كل الأشخاص الذين يرفضون هذا الرعب الذي نعيشه، وكل شخص يعمل ضد الكره، وكل شخص يريد معاقبة كل الذين يرغبون باستعمار الآخرين يجب أن يتحدوا. علينا اليوم أن نؤمن بهذه القضية، وأنا سأرحب بأي شخص سينضم إلينا في مسار العدالة. لقد اقترحت أوكرانيا الحل السلمي لإنهاء الحرب، لكن أنتم تعلمون ماذا حدث بذلك فيما يتعلق بالأمن الغذائي. ونحن حتى حين كانت الحرب فرضت علينا لم نغير أي شيء، وذلك لكي تتمكن منازل غيرنا من الدجاج، وتمكن من إطلاق مبادرة حبوب للبحر الأسود، وذلك لمنع أي حصار من السفن الروسية، وساعدنا بذلك أسواق المواد الغذائية، كما أيضا تمكننا من مساعدة كثير من دول الجامعة العربية. ونعرف أن هذه المعادلة ستساعد أيضا الكثيرين على العودة إلى منازلهم وعودة كل المنتقلين وكل النازحين، ونتأكد من أن كل منكم تسلم وثيقة بلغتكم الأم تشمل 10 نقاط أساسية للحل الذي نحن نقترحه، وأتأمل أنكم ستعتبرونه أنه ملائم منكم، وسأكون ممتنا لكل منكم الذي سيقرر ما هو المسار الذي سيخوضه، بالإضافة إلى أنقاذ كل المعتقلين في روسيا. شكرا جزيلا لكم.